بالنسبة لمنتخب مصر برضو حضرتك شفت مباراة، مش هقول لك مباراة جزر القمر ازاي، لكن عايز اقول لك مباراتي كينيا وجزر القمر شفت دوت ازاي من خلال اداء فني ومن خلال كمان استعادة، هنقول الطبيعي ان مصر تبقى على رأس هذه المجموعة، استعادة كمان صدارة المجموعة والوصول للكاميرون 22. هو ده الطبيعي اللي انت بتتكلم عنه، ان مصر تبقى هي متصدره المجموعه الحقيقه، حتى لما حصل اخفاق وتعادلنا الماتشين الاولانيين ما كنتش عندنا ادنى شك ان احنا هنبقى نقدر نكسب بره ونكسب جوه، والقاعده الكبيره بتاعه حسام البدري من اللاعبين الحقيقه بتدي له فرص واتاحات كبيره قوي ان هو يشوف ويدي تاكتكس ويتفرج على الشكل الامثل في البطوله الاهم اللي هي تصفيات كاس العالم. طيب فاحنا شفنا أدائين مختلفين من مباراه كينيا ومباراه جزر القمر. مباراه كينيا المفهوم اللي انت كنت بتتكلم عليه في التحليل او الجرأه اللي احنا بنتكلم فيها في المباريات، لازم يكون في حاله، مش منتخب مصر بس، اي فرقه بتمثل مصر وطنيا زي الاهلي زي الزمالك زي اي بيراميدز زي كل مصري، الفرقه اللي هي بتلعب لازم انت النهارده يبقى عندك شكل مختلف. ابتديناه الحقيقه مع موسيماني في مباراة الوداد، هو الضغط على الخصم، ضغط على الخصم يعني بتفقده كل أساليب اللي هو يقدر يأذيك ازاي او السيطرة عليك او يبقى معاك في الجيم او يبقى رايح جاي، ده اللي احنا شفناه في الشوط الاولاني بتاع جزر القمر، ده ما شفناهوش في مباريات محلية افريقية زي بتاعتنا احنا مثلا في حسب الجو في سيمبا، الجو كان مأثر علينا تمام، مش قادرين نضغط على، لما ضغطنا على الخصم كسبنا 3 في المباراة اللي بعدها في فيتا كلاب، لأن الناس كانت بتقول إن فيتا أقوى من سيمبا وهيبقوا مش عاملين لنا تحضير جامد هناك وكلام، إنما المفهوم نفسه يعني وسام إحنا لما بنبقى عايزين بنقدر. ما عملناش كده يا كابتن في كينيا، يعني برضه السؤال اللي بيطرح نفسه ليه ده ما اتعملش في مباراة كينيا، بالعكس بعدها بيومين 3 شفنا صورة رائعة في الشوط الأولاني، من وجهة نظرك الفنية ليه ده ما اتعملش في مباراة كينيا؟ وكان يمكن كابتن حسام كان وفر بعض الانتقادات الكبيرة وبعض الكلام اللي أثير على السوشيال ميديا من ضغوطات بقى على مستوى أداء المنتخب. يعني حسام عمره ما حتى لما هيكسب ويروح تصفية كأس العالم هيفضل برضه ينتقد وتكشيرته وفي كل واحد في ده الحب ده بتاع، يعني أنا بحب حسام وغيري مش ده شوية يا كابتن بيعرضوا للانتقادات؟ ما فيش انتقادات، هو راجل طول عمره كده، راجل طول عمره الحقيقة يعني اتيتيودو كده تركيزه كده، وده مهاني عارف يعني، مهاني كان بيبقى قاعد مع الراجل في حاجات مش عاجباه في الملعب وفي ظاهر على هاني وظاهر على هاني على الوش وبيبان عليك انك انت في حاجات ازاي ده بيحصل، كواليتي اوف بلاير، نوعيه اللاعب اللي هي موجوده في الملعب اللي كانت موجوده يوم كينيا، في ناس ما عندهمش الطبيعه بتاعتهم الاتاكينج الضغط، اللي هم في لعيب يبقى معاك، انا قاعد بتكلم انا وسام وبتكلم مع الاخوه بره، ان في لاعب يبقى في الملعب موجود انت تحس ان هو لعيب كبير قوي بس مهمته في الماتش بيعمل ايه؟ بيستلم الكوره ويسلم، يستلم الكوره ويسلم، يستلم، مش عايز يعمل اكتر من الدور ده يعني، ان في دور هو مطلوب منه اكتر من كده، مطلوب انه يكون موجود زي انت كنت بتتكلم على عمرو سوليه، عمرو سوليه مطلوب منه انه يكون عند ال 18 على طول. صحيح عمرو سوليه ادام معاك اثنين ديفندرز بيشتغلوا معاك تحتيك ما تخافش، انا في النادي الاهلي لما يبقى معايا حمدي فتحي وجانك او معاه ديانج او حمدي فتحي بس حتى عمرو بيعملها لما بيلعب كمان جنب يعني بيلعب جنب علي بيظهره كمان قوي لا انا بتكلم عمرو السوليه بيعملها لما بيكون جنبه ديانج كمان مش لازم يبقى اثنين كمان وراه او حمدي او حمدي يعني. حمدي فتحي كفايه بالظبط، فالحته دي بتبقى مطلوبه منه ان انا احس ان انا عندي رابع عند ال 18 بتاعي. صحيح الحته دي ما كانتش موجوده في ماتش كينيا، ما كانش عمرو بيبتدي الماتش، كان في ما كان موجود في الملعب لعيبه محدوده الشكل الديفندرز، انما هي الفولوينج بتاع الضغط على الخصم اتنين شبه بعض يعني كان كده هيفضل حسام بدري سامي يتكلم واقف مذهول ازاي ده ما بيحصلش ضغط، ازاي الناس دي بتستلم كرة عليك وتيجي، هم عندهم شكل ان ما عندهمش فرصه غير كده ان هو لازم يكسبوك. صحيح بيفتحوا خطوطهم بينطلقوا بيعملوا سرعاتهم ده من حقهم، انما انت كمان عندك شكل هجومي خطير جدا، مصطفى محمد حواليه محمد صلاح وتريزيجيه، محتاج اثنين كمان الباكين يقدموا زي محمد هاني والناس دي، محمد هاني هيتأجل بحساب لانه قدامه محمد صلاح. فاهمين احنا لازم عمق بقى الملعب كمان كان يساعد الشكل ده. بتتكلم على الاثنين الديفندر واحد من حمدي فتحي او طارق حمدي. واحد كان يبقى مكمل هذا الشكل ما تبقاش كل كرة بتتقطع رايحه لهم هم الفرق ده اللي كان مفهوم اللي انت بتكلمنا عنه بتاع ماتش كينيا.
ماتش جزر القمر لعيبه تلعب جزر القمر فاكر بقى ان شكل كينيا هيبقى موجود هو مش حاسس بقوه مش عامل حسابات ان مصر خالص السرعات الموجوده الاسماء فوجئ بايه بالتطبيق السهل جدا ان بقت الاطراف عندنا سريعه جدا بقى نص الملعب العمق بتاعنا مكمل غذائي الضغط اكتر لدرجه ان النني بقى موجود عند 18 وبيعدل وبيبعت بليسنج في من احلى الاجوان اللي انا شفتها الحقيقه ده اللي مطلوب من كل لعيب انه يدي اللي عنده زي ما النني ده راح جاب جون في كاميرون زمان فاكر في الفاينل طبعًا. كنا نقدر نكسب الفاينل مين ادى اللي عنده طبعًا. في المنتخب انت حضرتك شفت الماتشين مين اللي ادى اللي عنده قوي في الماتشين بتوع كينيا وجزر القمر من اللعيب حسيت ان اللعيبه دي الهارموني اللي هو حاطه ده كل لعيب ادى اللي عنده بصراحه جزر القمر لدرجه انا هديكي مثلا يمكن هاني يفهمني تريزيجيه هيموت عايز يجيب جون هيموت يبقى موجود جوه اللعبه هيموت في الاربع تجوان دي ازاي انا مش موجود فبيدي ده ايه بيدي موجود اكتر بيدي سرعات اكتر مع كل اللي عمله ده ادى اتاحت فرص لمحمد شريف ومحمد صلاح ان هم اللي يجيبوا الجوان الدنيا اتشغلت كلها بتريزيجيه وبقت الكره بتتلعب بالعرض سهل قوي لصلاح اللي هو جاي ما حدش مراقبه ونسيوه بقت الحكايه كلها في الراجل اللي هو بيتحرك الراجل اللي بيشغل فده حد ذاته عندنا احنا ده ميكانيزم ده شكل ده ادى شوف انا جبت لك واحد ما جابش جوان محمد شريف ومساله ان قفشه يشوفه ويديله أيوه. الهارمون اللي هو موجود محليا دلوقتي ودوليا محليا افريقيا ظهر مع المنتخب فظهر في الشكل وظهرت الثقه كمان في التعامل مع الاهداف ما بيضيع جوان مع النادي الاهلي زي دي كتير انما هو هنا ثقه حسام البدري في محمد شريف فرقه جديد اسالي هاني تفرق معانا كتير قوي ما يبقى المدرب حاطط ثقه فينا بس كان في ادى محمد ادى مصطفى محمد ما شاء الله المحترف وكمان ده لعيب هايل وادى محمد شريف اللعب بره يا سام غير اللعب جوه وانا عارف ما بنلعب على ارضنا حاجه وما بنلعب بره بنبقى حاجه ثانيه بيبقى قدامنا حاجات كتير قوي هل الارض الظروف السفر الضغوط السوشيال ميديا اللي هي مستلمانا كلنا كابتن